باب قول ما شاء الله وشئت. الواو تقتضي المساواة، وثم تقتضي التقدير مع التراخي. سؤال: ما ينبغي أن يقول من قيل له ما شاء الله وشئت؟ إيش يقول؟ أي إنسان قال له آخر ما شاء الله وشئت، إيش يرد عليه؟ بيرفع السؤال: نعم أخي، الله أكبر، هذا التوحيد. أجعلك لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ما يقول قل ما شاء الله ثم شئت. لماذا؟ لأن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط، حمى التوحيد. كان الأصل يقول له إيش؟ قل ما شاء الله ثم لا، أغلق كل طريق يوصل إلى الشرك. قال أجعلك لله ندا؟ اسمعوا اسمعوا الآن، ما شاء الله وشئت شرك أكبر وأصغر؟ أصغر. تمام، أجعلك لله ندا؟ ها أكبر. اسمع من يسأل يقول الشرك الأصغر يؤدي إلى الأكبر. نعم أو لا؟ هذا دليل أن الشرك الأصغر يؤدي إلى الأكبر. هو قال ما شاء الله وشئت شرك أصغر، احتج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الأكبر، قال أجعلك لله ندا؟ ما جعلوا ندا الآن، هو في الأصغر الآن. لا، لأن التدرج في الأصغر يؤدي إلى الأكبر، فإغلاق الأصغر من باب أولى حتى لا نصل إلى الأكبر. إذا ينبغي على كل من قيل له ما شاء الله وشئت أن يقول ما شاء الله ثم شئت؟ لا، هذا أدنى مرتبة. أعلى مرتبة يقول أجعلك لله ندا. ولهذا قال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نهاية الأصول الثلاثة، قال من عبد وهو طاغوت. لو جاءك إنسان وقال ما شاء الله شئت، قلت الله يبارك فيك، أنت طاغوت لا شك فيك. لو إنسان سجد لك انحنى لك، إيش تقول؟ ترفع هكذا فوق، مفهوم؟ أي نعم. تقول إنما يقوم الناس لرب العالمين. دخل أحد السلاطين إلى مسجد من المساجد، ويوجد رجل جالسا في المسجد، فقام الكل إلا هذا الرجل، فجاء العسكر وأقاموه، قال قم، قال إنما يقوم الناس لرب العالمين. فعندنا السجود الركوع ما يمكن يكون إلا لله. فإذا انحنى لك إنسان، إذا لم تنكر ترى أنت طاغوت، صح أو لا؟ ها؟ صح؟ صحيح. طيب يقول عندنا تحية في رياضة الكونفو ولا الجودو ولا، صح؟ صح أو لا؟ تحية؟ تقدم التحية الكونفو على التوحيد؟ خلاص طاغوت، انتهى الأمر، وش أصنع لك؟ كيف يا أخواننا ترضى بهذا الركوع والسجود والحناء؟ نعم، في بعض الدول، في بعض الدول كل ما يكون اللي أمامك أكبر منك سنا تنحني أكثر، فهمت؟ التحية. لا، الصحابة رضوان الله عليهم أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له. لماذا؟ أن يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدها، أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا اللي أمامك أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يمكن. إذا كيف تصنع له هذا الانحناء بالركوع والسجود؟ نعم.